في، وهي من تقديم مجموعة ششتري للذكر والسماع المغربية التي تتكون من موسيقيين ومريدين وأتباع ينتمون إلى عدد من الطرق الصوفية أو الزوايا. وتهدف هذه المجموعة التي يقودها الفنان الباحث عمر المتيوي إلى نشر وترويج موروث من الموسيقى والرقص التقليديين ظل لعدة قرون حكرا على أتباع الطرق الصوفية ومرتادي الأماكن التي تنشط بها. والفرقة حريصة على تقديم الممارسات الموسيقية التي تتعاطاها الطرق الصوفية في المغرب إلى الجمهور العريض من خلال نظرة شمولية ومختزلة، وفي قراءة وإن كانت مجددة فإنها لا تمس بالجوهر ولا تشوه الأصل. ينقسم العرض إلى جزئين تتخللهما استراحة قصيرة نرجوكم خلالها عدم مغادرة القاعة. موعد الغد سيكون مع الموسيقى التقليدية الصقلية ومجموعة إلوتاري، أمتع السهرات بعد إغلاق كل الجوالات. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 9e soirée de la 3e édition de Musiqat, animée par l'ensemble Al-Shushtari de Dhikr et Sama, constitué de musiciens, de confrères et de disciples appartenant à différentes confréries religieuses marocaines, dont le but est de diffuser à travers le monde un répertoire de musique et de danse traditionnelle de grande valeur resté pendant des siècles l'apanage de ces seules confréries. Le travail de cette formation, dirigée par l'artiste et chercheur Omar Mtewi, consiste à présenter au grand public une vision globale, synthétique et revisitée, sans être dénaturée, du rituel des confréries religieuses au Maroc. La soirée sera constituée de deux parties avec un court entracte, mais vous êtes priés de bien vouloir rester dans la salle pendant cet entracte. Demain, notre soirée sera sicilienne avec l'ensemble Ilautari de musique traditionnelle sicilienne. N'oubliez pas de fermer vos portables. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement l'ensemble Al-Shushtari de Dhikr et Sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عن الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
No.
Allah.
ولولاك ما طاب الهوى للذي يهوى. Thank you.